بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. إذا كنت تعيش مع من لا تحب، وأنت كذلك تعيشين مع شخص لا تحبين، ولكن هي العادات والتقاليد وكذلك الضغوطات الاجتماعية أدت بك أن تتزوجي من فلان، رغم أنك بعد الزواج لم تعيشي معه حالة الحب وكذلك لحظات الحب، وبدأت لا تستطيعين أن تحبينه أبدا. وكذلك أنت تزوجت زواجا تقليديا وليس إسلاميا، لأن الإسلام دائما وأبدا كما قال الإمام الصادق عليه السلام لشاب جاء إليه فقال له: يا ابن رسول الله، إن أبي يريد أن يزوجني من فلانة وهي من أقاربي، وأنا أحب فلانة وأريد أن أتزوجها. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: تزوج ممن أحببت، فإنه أدوم للمودة والمحبة، أدوم للمودة والمحبة. لذلك علماؤنا الأعلام يقولون من الناحية النفسية، إذا كنت تعيش مع شخص لا تحبه كزوج كان أو كزوجة، كم تكبر في السن، كم تكبر في السن معه. يقولون بأن اليوم الذي يمر معه يمر عليك يومان، أي من الهم والغم أنت تكبر ليس يوما واحدا، بل في اليوم الواحد أنت تكبر يومين. أي بمعنى بأن السنة الواحدة التي تمر عليك إنما كأنما كبرت سنتين. يعني مثلا إذا كنت متزوجة منه منذ 10 سنوات، فهيئتك وشكلك ليس هيئة من هي بعمر 30 مثلا أو بعمر 20، لا، وإنما أنت في 20، ولكن هيئتك ومظهرك وشكلك يدل على أن عمرك 30. أنت بعمر 20 ولكن أضيف عليها 10 فتبدين 30. أنت في 30 ولكن تبدين في 40. وكذلك الرجل، يعني هو يعيش مع زوجة لا يحبها فيكبر في اليوم يومين، فعندما تمر عليه السنة يبدو كأنه كبر سنتين. فإذا ما مضى على زواجه 10 سنوات إنما هو قد مضى عليه 20 سنة. لذلك يعني الإمام الصادق عليه السلام كان واضحا: تزوج ممن أحببت، لا تتزوج زواج تقليدي خاضعا فيه أنت لآراء الأب والأم والأخوات والأخوة والعشيرة والأعمام وإلى غير ذلك، لأنهم سوف يغلقون أبوابهم بعد زواجك وأنت سوف تعيش مع هذه المرأة أو أنت تعيشين مع هذا الزوج. أما الأشخاص الذين تزوجوا ممن لم يحبوا ماذا يفعلون؟ صراحة، يعني عند الطلاق ليس بالشيء الجيد إذا كان هناك أولاد، إذا كان هناك أطفال ليس بالشيء الجيد، إلا اللهم يصل الأمر لا سمح الله بأن الشاب يريد أن ينتحر أو أن يقدم على قتلها يفكر بذلك، لا، عليه أن يصل الأمر إلى الطلاق وينتهي الأمر. أو أن هي الزوجة تفكر بالانتحار أو تفكر بقتل نفسها أو حرق نفسها أو بقتل أولادها أو أنها تهرب لا سمح الله، لا، فلتطلب الطلاق وتخبر أهلها وينتهي الأمر. القضية متوقفة على الأطفال الذين لا ذنب لهما بخطأ أمهما أو بخطأ أبيهما، لا ذنب لهم بخطأ أمهم عفوا أو أبيهم. أما إذا لم يكن بينهما أولاد فالأفضل ما دام لم يكن هناك أولاد ووصلوا إلى مرحلة بأنه لا تفاهم موجود تماما بينهما ولا يستطيعان أن يكملا الحياة سويا، فالأفضل طبعا أن ينفصلا، والله سبحانه وتعالى يرزق بعد ذلك كل منهما زوجا صالحا وزوجة صالحة، ولا تنتهي الحياة عند الطلاق، لا تنتهي أبدا.
أفضل مما ربما ينجبون أولادا ويعيشون حالة هي حالة من العصبية، حالة من الانهيار الأسري، حالة من القلق والاضطراب والحقد والكراهية وضياع الدين وضياع المبادئ والقيم وإلى غير ذلك، ويعيشون بتعاسة ويورثونها لأولادهم من بعدهم. لذلك قدر الإمكان على الشاب والشابة أن لا يصل إلى هذا الأمر في مسألة الاختيار، كما قال الإمام الصادق عليه السلام: تزوج ممن أحببت، وأنت قدر الإمكان إذا لم تقتنعي لا توافقي أبدا. للمعلومة كما يقول علماؤنا الأعلام بأن الزواج إذا وقع بين طرفين وكان أحد الطرفين غير راضي من ناحية القلب إنما مجبر، فالعقد باطل، عقد الزواج هذا باطل، والعيش سويا هو وهي تحت سقف واحد فيه شبهة شرعية. يجب أن يكون هناك رضا قلبي وليس مكرها، وهي كذلك لديها رضا قلبي وليست مكرها. هذا الأمر مهم جدا في الرجوع إلى الحاكم الشرعي. إذا كانت هناك فتاة قد تزوجت مكرها وهي غير راضية بفلان ولكنها أجبرت، وكذلك شاب تزوج من فلانة مكرها لأنها يعني من بنات العام، لأنه مضطر مضغوط عليه من قبل الأب والأم: أنا أتبرأ منك إذا لم توافق عليها، أو لشيء آخر، فعليهما مراجعة الحاكم الشرعي ويسألان: نحن تزوجنا من دون رضا قلبي، هل هذا العقد فيه إشكال؟ هل العيش معها ليس بالشيء الصحيح وفيه شبهة؟ هل العقد باطل أم لا؟ هذا أمر ضروري جدا لا بأس بأن الإنسان يسأل عنه. لذلك نتمنى من الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يكون الاختيار في تأني، وأن يفسح الأب والأم المجال الكافي للولد والبنت في الحديث، كي يتعرف أحدهما أو يتعرف أحدهما على الآخر بشكل جيد، أفضل مما يرجعون إليكم بمشاكلهم وأنتم تتصورون بأن الأمر قد انتهى وأديتم دوركم في الحياة، وإذا بكم سوف تبدأونها مع أولادكم ومع أولاد أولادكم مع أحفادكم، وتكون المشكلة أكبر. برنامج صباحات ولائية أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.